متسابقنا الثالث من المملكة العربية السعودية المتسابق عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرشيد، نشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الرحمن ابن عبد الرحيم ابن عبد الرشيد من المملكة العربية السعودية. سأقرأ إن شاء الله برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. إذا كان هذا المتسابق عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرشيد من المملكة العربية السعودية. كلمتكم شيخنا لي عبد الرحمن. ماذا أقول يا ابني عبد الرحمن؟ الله يرضى عليك. كأن بركة الأسماء الحسنى ما شاء الله في اسمك. ما شاء الله ثلاث أسماء حسنى: عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الرشيد. فكأن بركة الأسماء الحسنى حلت عليك. ما عندك ملاحظات؟ ما عندي ولا ملاحظة. ماذا أقول؟ أقول فخم ماذا، رقق ماذا، طول ماذا، قصر ماذا، كله أتيت به محكما. وعقباها، شوف ما أجملها آخر كلمة: ولا يخاف عقبا. عقبا، كل حرف عم يأخذ حقه. المضموم مضموم، المفتوح مفتوح، الساكن المقلقل، طول الألفات. ما شاء الله، ما عندي ملاحظة على تلاوتك يا ابني. الله يرضى عليك ويسعدك، يا ريت كل شبابنا مثلك. الله يرضى عليك، وفقك الله. اللهم امين. طيب شيخنا، اذا كان هذه التلاوه الجميله والقراءه الجميله، ما هي النصيحه التي يمكن ان تقدمها له في السنوات الماضيه؟ ان يستمر في التعلم. نعم. انا يا ابني، انا كنت مثلك عمري 15 سنه. شايف مواصفاتك هلا؟ او تلاوتك هذه تلاوتي لما كان عمري 15، هلا عمري 67. يعني مر على هالكلام 52 سنه. وما توقفت عن التعلم. فلا تتوقف عن التعلم، وقل ربي زدني علما، ما للترقي انتهاء. انتبهت يا ابني؟ استمر بالتعلم. وما هو التعلم؟ تعلم، ايوه، تعلم العلوم التي نبتت حول النص القرآني. علم النحو نشأ من اجل النص القرآني، علم الصرف نشأ من اجل النص القرآني، علم رسم المصحف، علم ضبط المصحف، هذا علم وهذا علم مختلفين عن بعض، علم عد الآي، علم أسباب النزول، علم التفسير، علم المعاجم، علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. هذه اللي عم قل لك إياها ما تتعلم في يوم وليلة، هذه مسيرة حياة. فاستمر في ذلك، فإذا تمكنت علم. والقاعدة في التعليم يا ابني أن تقول ما تعلم، يعني حكم أنت متقنه علمه،
ما لك متقن لا تتكلم من عندي نفسك لا تفتي، انتبهت كيف؟ إلا أن تكون واثقا. فإذا ما بتعرفه قول والله بسأله بجاوبك إذا أحد سألك، إذا يعني أنت مر معك لكن يعني الآن خيالات في ذهنك منه قل له إن شاء الله أراجع المسألة وأجيبك، لكن لا تجيب على سؤال لا تعرفه، واستمر بين الأخذ والعطاء، ابدأ بالأخذ ثم بعد ذلك العطاء. أسأل الله لك مزيد التوفيق. اللهم أمين. فتح الله عليكم شيخنا الكريم، شكرا لك أخي عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرشيد من المملكة العربية السعودية، وفتح الله عليك، وهنيئا لمن علمك، وهنيئا لمن رباك، وهنيئا لمن اهتم بتعليمك هذا الكتاب العظيم كتاب الله عز وجل. شكرا لك أخي عبد الرحمن.